أهلا بكم مشاهدينا، وصباح النجاح والفلاح من خلال صباحاتنا بالتأكيد، وتمنياتنا بالتوفيق لكل طلاب الشهادة الثانوية وهم في أول جلسة اليوم لاجتياز امتحانات الشهادة السودانية. بالتوفيق لكل طلابنا في كل بقعة في السودان. بجدد التحايا مرة أخرى، والصباحات عبري والزميل حسام، صباح الخير عليك. صباحات الأنوار والسعادة عليكم مرة ثانية وثالثة ورابعة، وبناتنا مجددا بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله الثبات عند الامتحان، لأنه الامتحان داير صيغة كبيرة جدا، داير تعامل خاص جدا من الأسر وبين الطلاب، داير هدوء خاص جدا وداير تركيز عالي جدا. فهذه أمنيتنا ووصيتنا قبل ما نخش الامتحان، ونحن دخلنا مع بعض يعني الآن في اللحظات الأولى وأول مادة اليوم. أمنيتنا بالتوفيق لكل طلابنا في السودان. هنحاول إن شاء الله نتواصل من خلال صباح الشروق لهذا اليوم مع الأستاذة تمادور الطريفي، وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية، عشان ما نجيب معاه على انطلاق الامتحان اليوم. هتكون معنا يعني اكثر من فقره ان شاء الله من خلال صباح الشروق يا منى، لانه تواصلنا يمتد للمبادرات المختلفه صحيح، وللمتابعات المختلفه. المبادرات الانسانيه والمبادرات الطوعيه خصوصا لطلاب الشهاده السودانيه ولكل اهلنا في السودان. كثير من المبادرات الطوعيه اللي بتعمل على يعني دفع المواطنين في حاجات كثيره جدا، ويعني استخدام الحاجات الاساسيه في الحياه. واحده منها طبعا مياه الشرب، لانه في كثير من المناطق ولايات السودان المختلفه بيعانوا من انه يعني حقيقه المياه النقيه غير متوفره بالنسبه لهم، غير الخرطوم هنا يعني. فاحنا من خلال هذه المساحه بنسعد جدا بواحده من المبادرات الفتيه اللي قدرت تعمل في انها تقدر توفر المياه النقيه لكل اهلنا في ولايات السودان المختلفه عبر واحده من المبادرات الجميله جدا يا حسام. قلت اكيد تحيتنا هذه المره لمنظمه سقيا السودان، السعداء أن ينضم إلينا رئيس هذه المنظمة الآن في استوديو صباح الشروق الدكتور عبد الرازق محجوب عبد العاطي، وهو رئيس منظمة سقيا السودان. أهلا بك دكتور، ونحن سعيدين جدا بك في صباح الشروق. مرحبا بكم، صباح الخير لكل مشاهدي قناة الشروق، ومرحب بأسرة الشروق، ونشكركم على هذه الإطلالة الجميلة على أهلنا الطيبين في كل ربوع السودان. صباح الخير عليك. سقيا السودان بيسوقني لانه معناه في سقيا غير السودان يعني. خلينا نتعرف اكثر على المبادره، بدين بدات، ونتكلم برضه عن اهدافها. حقيقه المبادره بدات في عام 1916. بدات كصدقه جاريه للزملاء الدراسه، ووجدنا الحوجه ماسه لخدمات المياه، واستمرت في تقديم خدماتها لكل الاهل في السودان، في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب وفي الوسط. والمبادرة تختلف عن كثير من المبادرات في الساحة السودانية. أولا الاسم سقيا السودان، هناك الكثير من المنظمات التي تشترك معنا في كلمة سقيا. الاسم سقيا السودان، الميلاد 2016. تمتاز هذه المنظمة بالكثير من الميزات، وأعتقد أنها غير موجودة في كل المنظمات الحالية. المنظمة بها أكثر من 19 ألف عضو مساهم وفاعل. المنظمة بها مناديب في كل المدن السودانية، في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، يتابعون الأعمال وتنفيذها. المنظمة عبرت الحدود، وعندنا الكثير من الأعضاء من غير الجنسية السودانية، من الهند ومن مصر ومن عمان ومن السعودية ومن قطر. المبادرة بها أكثر من 31 جروب في أستراليا وفي كندا وفي أمريكا. المبادرة تمتاز بالشفافية والدقة في التنفيذ وفي النزاهة. المبادرة تمتاز بالعمل الطوعي، كل العاملين في هذه المبادرة من إدارة، من أدمن، من مناديب في كل المدن السودانية أو في المدن حول العالم، لا يتغاضون اي اجور، يعملون بشكل طوعي. فاعتقد هذه الميزات غير متوفره في الكثير من المنظمات المحليه والعالميه. المبادره قدرت تصل لكل انسان السودان من دارفور الى الحدود الشرقيه في منطقه الكدال وفي الانقسنة، الى جبال النوبه، الى البحر الاحمر، الى الشمال في حلفه. غطينا كل المدن السودانيه. خدماتنا شملت كل القبائل، كل المناطق. خدماتنا مجاني لكل المواطنين، لكل المحتاجين. فأعتقد هذه الصفات غير متوفرة في أي مبادرة، نعم، أو في أي منظمة داخل السودان. جميل.
طيب خدماتها مجانية وشملت كل السودان، قومية منظمة سقيا السودان، ده شيء جميل جدا بيميزها. لكن خلينا نجيب على نوعية خدمات سقيا، هل فقط تختصر مثلا على حفر الآبار؟ خلينا نعرفها منك يعني كل الخدمات المقدمة في هذا الجانب. جدا المبادرة تختص بحفر الآبار بكافة أنواعها، تأهيل الآبار، توصيل الشبكات للغرة، توصيل السهاريج والموتورات والوابورات، توصيل محطات الطاقة الشمسية لكثير من المناطق، كل ما يختص بخدمات المياه. نعم جميل جدا، احنا حنواصل معك ويعني على الهواء مباشرة عبر الهاتف وكيل وزارة التربية والتعليم تبادر الطريفي للتعرف أكثر على أحوال الطلاب في ولاية السودان المختلفة، والآن هي تحديدا في سنار. صباح الخير عليك. اهلا وسهلا بقناة الشروق، الله يخليك. لك التحية سيد وكيل وزارة التربية والتعليم أستاذ تماضر، والتحية عبرك لكل أهلنا في ولاية سدار ومدينة سنجة تحديدا، وأنت الآن تتابعين انطلاق امتحانات الشهادة هناك، يعني كيف هو اليوم الأول وكيفية الانطلاق أيضا؟ أنا في ولاية سنار حي جدينا عشان ندعم أبنائنا الطلاب ونكيف جنبهم في امتحان الشهادة، وخاصة إن الامتحان في ظروف استثنائية وفي ظروف الفيضانات والخريف ومنطقة سنجة من المناطق اللي تأثرت أكثر. زرتها قبل شوية مدرسة سنجة الثانوية بنات، والحمد لله الطلاب متواجدين، ما في غياب كثير، الافتراضات الصحية معمولة كلها، المركز مجهز على أحسن ما يكون. وهسه أنا الآن في محلية أبو حجار، مدرسة أبو حجار الثانوية بني، وبرضه ما لقيت، ما لاحظت أي غياب كثير شاذ، يعني كلهم الطلبة القايلين ما أكثر من 4 طلبة، وده أفتكر إنه غياب عادي يعني في امتحان الشهادة. وكل الاستنادات الصحية برضه معمول بيها، والبيئة الصحية رغم السيول والأمطار والحاجات، لكن نعم. قدروا يهيئوا جو للطلبة عشان يمتحنوا، والحمد لله كل الأمور ماشية بخير. الحمد لله يا أستاذة تماضر، يعني سنجة وسنار من المناطق المتأثرة جدا بجراء السيول والفيضانات، ويمكن كان في تخوف كبير جدا من أنه في عدد من الطلاب يكونوا متغيبين، ولكن الحمد لله ذكرت أنه الغايبين 4. خلينا نتكلم عن طريقة الوصول ذاتها، يعني الطلاب ده الوصول المدارس كيف؟ يعني إذا فعلا ما في غياب معناه الوصول كان جيد، حدثين عن الوصول إلى المدارس. الوصول للمدارس الطلبة أصلا في الولاية، الطلبة حتاتهم اتضررت شديد وخافوا من انهم ممكن ما يصلوا الامتحان، جمعوهم في مدينه سنجا وجابوهم وسكنوهم في داخليات الجامعه وموجودين هناك. وطبعا اصلا احنا اصلا اعلنا انه اي ولايه تحس انه عندها محليه ممكن تنقطع في الخريط ما تصل، تجمعهم لنا وتجيب لنا الميزانيه بتاعت الاعاشه وخكانها. نحن ضمن الميزانيه من وزاره الماليه وجبنا لهم، والحمد لله الطرق كلهم متخلين في محليه ابو خجار. افتكر الطلبه اصلا من مدينه ابو خجار كلهم، ما كان في مشكله وصول بتاعهم، كلهم متواجدين يعني. نعم جميل. طيب يعني تابعتي اول ملاحظات كانت انه الغياب ما كان كبير، معناه قبل كده كان في تفكير ورصد ومتابعه وتخطيط وتوقع انه يكون في غياب بسبب الازمه الاخيره كارثه السيول والفيضانات. اذا حدث ده في مقبل الايام في كل السودان، جات نسبة غياب ربنا ما يجيب حاجة زي دي، يعني هل في آلية للمعالجة بعد كده حيتم عملها؟ طيب هسه انا اديك مثال، جبين الصباح الساعة 5 صباحا ضربوا لي ناس كسلة، عندهم طالبين في مدينة المفروض يترحلوا لمدينة ثانية لأسباب أمنية قالوا ما قدروا يترحلوا، فأنا وجهتهم بإنه أقرب مدرسة له ممكن يمتحنوا فيها يشيلوا أرقامهم فين، ومدير المدرسة يجلسهم بأرقامهم ويظرفون لنا تظريف خاص ويجيبوا لنا، يعني اي طالب انقطع في اي حته المدرسه اقرب مدرسه له تجلسوا للامتحان وتكتب لنا عنه تقرير. نعم ممتاز، احنا يعني كل تمنياتنا كل الطلاب خصوصا في سينجا وسنار يقدروا يوصلوا للامتحان. اذا في 4 متغيبين، يعني هل هم تغيبوا بسبب جراء سيول ام ظروف اسريه ام ما قدروا يسددوا الرسوم ولا مشكلتهم؟ ما عارفين، لكن انا بعتبر انه 4 قايدين في المركز كله نسبه بسيطه، في اكثر من 100 طالب، افتكر انه ده غياب عادي، يعني عادي الناس ممكن تكون لظروف لاي حاجه حصلت له ده عادي، لكن القياب اللي بيكون ما عادي نص المدرسه ربع المدرسه تكون في الحاله دي، احنا بنشوف القياب الحاصل شو شنو، العدد بيكون كبير شويه، لكن انا ايوه لما العدد بيكون كبير شويه انا بالنسبه لي ده قياب مخيف، ممكن ادرس الحاله واشوف شنو،
لكن الثلاثة طلبة أربعة طلبة ده قياس عادي، كل امتحان شهادة قاعد يحصل يعني. نعم طبيعي يعني. طيب جميل. طيب الأجواء بصورة عامة في المركز ومن خلال متابعتك، يعني قبل شوية أنت تواصلتي مع سيناريو بكل تأكيد عندك آلية للمتابعة. ما سامع حاجة. بكل تأكيد سمعان الصوت تماضل؟ الصوت بقى ضعيف طبعا، أنا في الشارع حدي نعم الصوت بقى ضعيف بقيت ما سامع. الظروف الطبيعية حسام بيقصد كده، الأجواء. الأجواء بصورة عامة في كل السودان. والله الأجواء أنا أقول لك الأجواء أنا فيها أنا قاعدة بك. طيب بالتأكيد أنت وكيلة الوزارة، معناها عندك آلية متابعة. قبل شوي كنت تتكلمي مع ناس كثير. لا آلية متابعة أكيد، متابعين كلهم من الصباح، نحن ضربنا لكل الولايات ومتابعين والحمد لله. أي مشكلة حصلت في أي حتة نحن قاعدين نعملها، لكن أنا أقول لك الجو هسه في الحتة اللي أنا فيها ما شاء الله جو جميل وجو خريفي وما في أي مشكلة، يعني ناس متحركة عادي. طيب استاذ تماضل، احنا بنختم كده، خلينا برضو نشوف يعني العامل النفسي بالنسبه للطلاب، الجو العام بالنسبه للامتحانات كاول يوم مع الظروف الحاصله. والله الطلبه ما شاء الله معنويات مرتفعه ومطمئنين خالص، ما حسيت انه في اي حاجه، بحكم انه انا طبعا اصلا معلمه وبشتغل كثير في امتحان الشهاده كنت، فما لاحظت حاجه قريبه. ما في توتر. والمعلمين ما في توتر الحمد لله. طلاب عاديين وممتحنين كأنما ممتحنين في ظروف عاديه، يعني ما في اي ما يؤثر جو الامتحان. والتجهيزات ما شاء الله من الولايه تجهيزات جيده جدا، او ممكن تقول على تجهيزات ممتازه يعني رغم الظروف اللي مروا بها دي، لكن هم مجهزين تجهيز ممتاز والحمد لله. يعني ما راينا لحد هسه ما يؤثر جو الامتحان الحمد لله. وفي الخرطوم طبعا اكيد نفس الحال. أي متابعة معناها في الخرطوم حتى قبل شوية كنت ضربت عليهم قالوا ما في أي حاجة والامتحان ماشي كويس وما في. شكرا جزيلا وكيل وزارة التربية والتعليم تماضل الطريفي عبر هذه الإفادة. شكرا، مع تمنيات التوفيق لكل طلاب الشهادة السودانية في كل ولاية في السودان وفي كل مكان بالتوفيق والنجاح. هنستمر معكم متابعينا ونواصل حوارنا معك دكتور عبد الرازق وحديثنا عن سقي السودان، وبرضه خلينا نتكلم عن المشروعات المنفذة والتحت التنفيذ برضه. حقيقة المشروعات كثيرة جدا، يعني من حلفة شملت بعض المساجد، في سهاريك في غرة استليك جنوب حلفة، بير الحميرة في كورتي، بير أمر الجديدة في مروي، شبكة بطول 5 كيلو في مدينة كنور غطت حوجة 2500 نسمة، شبكة في غرية معار بأولاد معار بالزيداب، شبكة في التضامن الغربي جنوب شندي، شبكة في دخشين، شبكة في جوز المرخ، شبكة في وادي خليل، شبكة في الحسيناب، شبكة في وادي سيلفو، شبكة في أم عشيرة. دي كثير من الشبكات في ولاد نهر النيل، الآبار في شرق النيل، عندنا بير في الجبارين، بير في سترة، بير في الفرع، بير في عد بابكر، الآن شغالين في بير في الكربة وبير في الهويراب، في مناطق الرصيرس عندنا بير في كاروري، بير في الدومة، بير في أبجيغا، بير في منجلنك، بير في مينزا، وشغالين في بير في حتى سيما قطية، وفي أبار ثانية في منطقة الكدالو. في مناطق غرب السودان الآن شغالين في منطقة نيالة، في حي المصانع بنيالة بير توازية، في منطقة جوزم دقيس في شمال كردفان، في منطقة النبقاية في شمال كردفان، في منطقة طيبة، في منطقة السليك في الدويم شغالين شبكة، في منطقة في هنا في بندرمان في مدينة الفتح عملنا برضو بير توازية مربع 25، في منطقة حطاب شمال بحري. حقيقة في كل مناطق السودان 10 آبار سيارة 10 آبار في جبال النوبة، في كل مناطق السودان، في شرق السودان في بير في هندوب، بير في وادي حجاج، والان شغالين في بير في وادي اربعات، عندنا 15 بير في منطقه البحر الاحمر عامه، شغالين في بير في خط اروما، في اروما كسله، شغالين في بير في السجن المركزي في لبيط، شغالين في شبكات طاقه شمسيه في ابو سنون، في مدينه الفرع، وفي مناطق اخرى. فمشاريعنا غطت كل المناطق، غطت المدارس، غطت الخلاوي، غطت المساجد،
عندنا مجموعة كبيرة جدا من المدارس داخل الخرطوم، في ينبدة، في اللاماب، في الامتداد، في كل مناطق السودان، الداخليات كذلك، في الهلالية، في كلية اللغات في جامعة الجزيرة في الهلالية، كولرز في منطقة طيبة، في منطقة ضحوي كرور وضحوي باكر، منطقة الطينة، حقيقة ممكن عددها. يا سلام، هو تغطية كبيرة، تغطية كبيرة جدا، وشيء يعني الواحد بيكون حاسس مود او انت بتسرد في العمل الكبير ده، تقريبا هو تجوال في كل السودان. انا والله اهنيكم جدا انت وكل المجموعه وكل المنظمه وكل الجروبات في كل مكان على العمل الكبير ده، لكن عمل بهذا الحجم الان وفي المستقبل القريب اللي بقول تاكيد في تخطيط، لو ما كان في تخطيط ما حيكون في عمل بالحجم ده. اكيد في صعوبات بتجيف في طريقكم، بتعطلت سير العمل، في صعوبات واجهتكم فيما مضى من عمل، في الصعوبات الان وقفه، خلينا نجيب عليها ونتعرف عليها برضه. والله حقيقه الصعوبات كثيره جدا، يعني بعضها طبيعيه وبعضها صناعيه. الطبيعيه طبعا الامطار، الان الخريف في مواقع في الرصيرس والدمازين الشغل فيها متوقف بالنسبه للخريف، في دارفور وفي كردفان كذلك الخريف، شرق النيل، سوبا عندنا برضه ابار في سوبا شغالين فيها برضه المويه والخريف وقفت الشغل. الحاجه الرئيسيه الان هي الجاز، عندنا حقيقه عندنا مشكله في الجاز. السيد وزير الطاقه السابق وفرينا جزء من الجاز، الان الشغله بقت معقده جدا، فكل مواقعنا دي محتاجه لجاز. وجهنا نداءات كثيره جدا عبر قناه النيل الازرق وعبر اذاعه ام درمان للحكومه، لكن لا حياه للمتنادي صراحه كده، انا ما لقينا اي استجابه. الان الشغل متوقف في معظم المناطق بسبب الجاز. طبعا الجاز هو ازمه في كل البلاد، يعني ازمه عامه، لكن متواجده. لكن ده بيخليني اسالك سؤال، ده بيعني انه ما في شراكات مع الجهات الرسميه؟ طالما كان في شراكات مع الجهات الرسميه ما بكون في ازمه يعني كبيره لدرجه توقف العمل عن هذه الابار. حقيقه المنظمه دي ما عندها اي ارتباطات باي جهات سياسيه ولا دينيه ولا طائفيه ولا حزبيه ولا دينيه، نحن شغالين بس في عمل الخير فقط. بنوجه نداءاتنا للجهات الثانيه، للمنظمات الثانيه، للجهات الحكوميه انها تساعدنا في الجاز وفي في في اشياء كثيره جدا. الان عندنا حفار حيدخل ان شاء الله في ظرف الشهر ده باذن الله، عقدنا عليه ودفعنا السعر بتاعه. بتواجهنا بعض الصعوبات في الحصول على اعفاء جمركي، واعتقد نحن بهذا الحجم نستحق الكثير من التسهيلات من الحكومه ومن كل الجهات الموجوده داخل البلد. ممتاز. حسام، انا بفتكر انه وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء دي هي واحده من ضروريات واساسيات الحياه. اكيد. فاحنا بنحزن جدا لما نتمتع بالمويه النقيه هنا، وفي ناس بيكونوا للاسف مظلومين او محرومين، يعني خصوصا الاطفال. يعني بحزن جدا لما القى طفل ما قادر يتحصل على مويه نقيه. واحده من المنظمات، منظمه السقيا للسودان، قدرت انها توفر الحاجه دي في بعض ولايات السودان. ده جانب ايجابي كبير جدا للمنظمه في كل ولايات السودان، والمحمود زي ما قلت الانتشار الواسع. علامات استفهام، كيف قدرت المنظمه تنتشر انتشار على مستوى العضويه في كل السودان؟ انت ذكرت من خلال تقديمك وتعريفك بالمنظمه انه عضويتك انت منتشره في كل السودان وفي اليه للعمل والتنسيق مع كل هذه العضويه. والله اول حاجه كعنوان عريض ممكن اقول لك الخص لك الشغله كلها في انه ربنا وضع القبول في هذه المبادره كويس نسبه لخصائصها المتعدده. نحن بننتشر عبر السوشيال ميديا، سواء كان الفيسبوك، سواء كان الواتساب، سواء كان الماسنجر، سواء كان التليجرام، بكافة الأنواع، بالتلفون، بتجينا الحوجة. الناس طبعا شافت الإنجازات، نحن كنا جروب صغير بتاع خريجين وقدمنا إنجازات حية وحقيقية، الناس شافتها وبدأت تدخل فرادى وجماعات. الان عندنا يعني اتصالات بكثير من المنظمات، عندنا فكره انه نسجل في منظمه في بريطانيا ماشيين في اجراءاتنا، عندنا فكره نسجل منظمه في 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 الامارات ماشيين في اجراءاتنا، يعني الامور ماشيه يعني كل يوم بتكبر اكثر واكثر. عمل الخير بيزيد. عمل الخير بيزيد، الايرادات بتزيد، والامور طيبه الحمد لله. الحمد لله. احنا في الختام كنا نديك رساله ممكن تقدمها لكل الناس اللي ممكن يساهموا في هذا العمل الخيري ويضموا عضويتهم لهذه المبادرة. يعني أنا يعني إذا حسام، إذا أي شخص شاهدنا الآن دار ينضم للمبادرة، كيفية الوصول إلى هذه المبادرة؟ عندنا رقم تلفونات، عندنا ويب سايت،
وعندنا صفحة في الفيسبوك وجروب في الفيسبوك باسم صغي السودان، يعني أي إنسان بيخش الفيسبوك بيلقى صفحتنا موجودة، ممكن ينضم كعضو يعني مساهم أو مقترح لأي حوجة أو كده. يعني عندنا رقم تلفونات موجودة، رقم حساباتنا موجودة، كله موجود في الفيسبوك وموجود في الواتساب. ممتاز ممتاز، ربنا يديكم الصحة والعافية، متعكم بها إن شاء الله، والتوفيق كمان إن شاء الله في نظر تنتشر السوغية في كل السودان عبركم وعبر الأدرع المختلفة للمنظمة. شكرا لك، ربنا يديك الصحة والعافية. الله يعافيك. حقيقة بشكر أسرة قناة الشروق، الأستاذ حسام والأخت منى، وبشكر الأخت دكتورة سامية على هذه الاستضافة. بوجه دعواتي وبوجه نوجه صلواتنا ودعواتنا لكل أبنائنا الطلاب الممتحنين في الشهادة السودانية. بوجه نداءاتنا لأهل الخير وللحكومة السودانية الانتقالية والجهات الحزبية وكل الخيرين لدعم هذه المبادرة. الموية يعني القصة ليست قصة موية فقط، القصة قصة اقتصادية بتوفر الكثير من الوقت للناس. الناس الآن في بعض المناطق بيمشوا عشرات الكيلومترات عشان يجيبوا مويه، بيشتروها بالمال. في كثير من المياه الملوثه بتسبب الكثير من الامراض للناس، ونحن انا اعتقد انه اي نهضه اقتصاديه داخل البلد لابد ان تمر عبر توفير المياه والماء الصحي للمواطنين. نحن كدوله رعويه وكدوله يعني زراعيه كل ادوات انتاجنا موجوده في الريف، كويس، فتوفير المياه الصحيه لانسان الريف اعتقد مطلب اساسي ومؤثر على الاقتصاد السوداني. الان في هجره، يعني احنا دخلنا مناطق كثيره جدا في هجره من الغرى للريف لعدم توفر المياه الشرب الصحيه. في مناطق كثيره جدا مياه ملوثه، لا زال الانسان بيشرب من الترع والحفائر الملوثه، واعتقد دي بتسبب الكثير من الامراض داخل السودان. في 75% من الامراض داخل السودان يعني بسببها تلوث المياه. فاعتقد على الدوله الاهتمام بالناحيه دي يعني بتوفير المياه. نعم، وتوفير سعدنا بك جدا الله يخليك دكتور عبد الرازق، وبهذه المبادره، مبادره السقيا.